بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل العظيم لصلاة المقنطرين في ليلة الجمعة. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. لذلك روي يعني عن عبد الله بن عمر أنه من مات يوم الجمعة جرى عليه القلم أو جرى عليه عمله إلى يوم القيامة، يعني عمله يفضل شغال لغاية يوم القيامة. وجاء يوم القيامة مع الشهداء. لذلك روى الإمام المتقي الهندي حسام الدين المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، والإمام الدارمي من حديث أنس بن مالك: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحة في يوم الجمعة أفضل من ألف من أفضل أفضل من ألف تسبيحة، وركعتان في يوم الجمعة أفضل من 1000 ركعة. ده معناه إيه؟ معناه أنت أي عمل بتعمله في يوم الجمعة يتضاعف ثوابه 1000 ضعف، أكتر من 1000 ضعف. طب تعالوا نشوف ثواب صلاة الفجر. وروي أيضا: ليس أحب إلى الله من صلاة من ليس أحب إلى الله في الصلوات من صلاة في من صلاة الفجر في جماعة في يوم الجمعة. تعالوا نشوف صلاة الفجر في الايام العاديه صعبه قد ايه، وفي يوم الجمعه صعبه قد ايه. ما اظنش ان انسان هيسمع الكلام ده هيسيب صلاه الفجر يوم واحد في الجامع الا بعذر قهري، خصوصا يوم الجمعه. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، هذا الحديث رواه ابن خزيمه في صحيحه: من قام في ليله ب10 ايات لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام في 100 ايه كتب من القانتين، ومن قام ب1000 ايه كتب من المقنطرين. يعني بيقوم بألف آية، وفي رواية تانية: من قام بألف آية إلى 500 آية كتب له قنطار من الأجر. إيه هو القنطار؟ سأل معاذ بن جبل في الحديث الصحيح: ما هو القنطار يا رسول الله؟ قال: القنطار 1200 أوقية، والأوقية خير مما طلعت عليه الشمس، وخير مما بين السماء والأرض. العلماء ما قالوا إيه معناها إيه؟ قالوا معناها الأوقية دي فلوس. قالوا معناها لو واحد عنده قطعة أرض وباعها وتصدق بثمنها، قطعة أرض مساحتها قد الكرة الأرضية كلها، وباعها وتصدق بثمنها أو جعلها وقف لله، دي بتساوي دي الأوقية الواحدة أفضل منها عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني معناها لو أنت عندك قطعة أرض جعلتها وقف لله سبحانه وتعالى، فدي ما تسويش أوقية واحدة. طب اللي عنده قطعة أرض وجعلها وقف لله سبحانه وتعالى، لازم ربنا سبحانه وتعالى يعوضه بمساحة زيها أو أكتر منها بكتير في الجنة. طيب ده القنطار بيساوي 1000 و1000 1200 أوقية، مش أوقية واحدة. يعني أدي مساحة الكرة الأرضية كلها 1200 مرة. مساحة الكرة الأرضية كلها 0.5 مليار و66 مليون كيلومتر مربع. اضرب الكلام ده في 1200 يعملهم حوالي 600 أو 700 مليار كيلومتر مربع، ده ثواب القنطار الواحد. يعني أنت لو صليت ب1000 آية أو ب500 آية في ليلة، ودي ما بتاخدش ساعة أو ساعتين، بتاخد ربنا يزيد ميراثك في الجنة حوالي 600 مليار كيلومتر مربع بلا مبالغة. طب امال صلاة الفجر ثوابها ازاي؟ روي عن عثمان بن عفان في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. الرسول ما قالش الليل بس، قال كله. طب انت في ساعتين بتقرا 1000 آية، امال لو وقفت على رجليك زي ما سيدنا عثمان بن عفان كان بيعمل، ويصلي في ركعة الوتر واحدة بس بيقرأ القرآن كله من الأول لآخره، والحديث صححه الإمام السائب، تاخد قد إيه؟ في زماننا إحنا لو واحد واقف على رجليه طول الليل ما نامش هيقرأ مثلا 10 أجزاء أو نص القرآن، يعني نقول 3000 آية، يعني 3 قناطير، يعني حوالي اضرب، يبقى إذا اضرب الكلام ده يبقى 1500 أو 2000 مليار كيلومتر مربع زيادة في ميراثك في الجنة لما بتصلي الفجر في الجامع في الايام العاديه. ده غير غير النور العظيم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام، وفي روايه من النور العظيم يوم القيامه. بشرين في الظلم يعني الناس اللي تمشي للمساجد في صلاه الفجر وصلاه العشاء في الايام العاديه. صواب اي عمل صالح بيتضرب في 1000 اكتر من 1000 يوم الجمعه. فاذا كانت صلاه الفجر بتزود ميراثك في الجنه في الايام العاديه 2000 مليار كيلومتر مربع، اضرب الكلام ده في اكتر من 1000 يبقى 1000 2000 مليار، يعني 1000 1000 يعني مليون، يعني 1000 1000 2000 مليار، 1000 1000 يعني مليون، يعني 2 مليون مليار كيلومتر مربع بلا مبالغه. ده ثواب صلاه الفجر في جماعه في يوم الجمعه اللي بيضيعها اكتر، اللي بيضيعها اكتر الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. ف يا ريت كل اللي بيسمعني دلوقتي يواظب على صلاه الفجر في جماعه، ويواظب على صلاه المقنطرين. صلاة المقنطرين لو انت صليت في الليل، لو انت صليت بالليل قرأت سورة الإخلاص 250 مرة وزعتها على 4 ركعات، يعني تقرأ بعد الفتحة
تقرا الفتح وتقرا سوره الاخلاص مثلا 60 مره في 4 مرات، يبقى كده 240 مره والفتحه، يبقى انت كده قريت 1000 ايه. طب ده هل ده جائز؟ ده جائز ومستحب. الحديث صححه الامام الالباني: من قرأ قل هو الله احد 100 مره 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنه، ومن قرأها 20 مره بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مره بنى الله 3 قصور. قال: اذا نكسر رسول الله؟ قال: الله اكثر واطيب. والحديث يحتمل داخل الصلاه وخارج الصلاه. يؤكد هذا حديث الامام البخاري، وحديث صحيح، ان في صحابي عدى على صحابي سمعوا في البيت بيقرا بسوره الاخلاص طول الليل وهو بيصلي، فكانه استقلها. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثلث القران. الرسول اقر هذا صحابي. يبقى انت لو قريت ب 1000 ايه بالليل في سوره الاخلاص بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي، هيتكتب لك قنطار يضرب في 1000، وهيتكتب لك اكتر منه بكتير لو صليت الفجر في جماعه، اكتر منه بكتير. يبقى هتزيد ميراثك ملايين المليارات من الاميال كل في يوم الجمعه لصلاه المقنطرين بالليل وبصلاه الفجر في جماعه الصبح. قول قولي هذا، استغفر الله.